أعلى بناء شيده الإنسان من بداية الدنيا ليومنا هذا، بني من الصلب والخرسانة والألمنيوم والزجاج. يحتوي هذا البناء على 163 طابق، هو برج وناطحة سحاب بارتفاع 829 متر و8 من عشرة، قول 830 متر. لغاية 2004 كان الاسم المختار لهذه الناطحة وهذا البرج برج دبي، ولكن تم تغيير الاسم إلى برج خليفة نسبة إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الراحل رحمة الله عليه، لإسهاماته ومشاركته في نهضة وإعمار دبي. ترى المشروع مو هين، شيء وايد قوي. حرف V هو الشكل اللي اختاروه لبداية البنيان، الطوابق الأولى من طلعت من الأرض وانت صاعد علشان تتم الاستفادة القصوى من مساحة البناء المخصصة، زائد علشان تتحمل هذا الارتفاع الشاهق من الأدوار. برج خليفة مغطى بالكامل بمادة عازلة للحرارة علشان تناسب طقس دبي الحار اللي هو مقارب للطقس عندنا بالكويت. فيه 57 مصعد وثمان سلالم متحركة، شكله ووضعه ألهم الكثير من مخرجين، إلى أن في بعض مخرجين هوليوود مثلوا في بعض الأعمال السينمائية العالمية. قدم برج خليفة للعالم شيء أكثر من أنه هو أعلى مبنى موجود بالعالم، قدم أعلى مطعم بالعالم وأعلى مسجد وأعلى حوض سباحة في العالم. شارك في بنائه 12,000 عامل ومهندس، وحصل على جائزة أفضل مبنى في الشرق الأوسط وأفريقيا، وفيه اللي أطلقوا عليه بناء القرن بسبب أنه أعلى بناء بالعالم. وضع دبي والخليج على خريطة السياحة العالمية. شكراً دبي.